بسم الله الرحمن الرحيم. يعقد مؤتمر الذل والاستسلام كما وصفه سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في البحرين وسط مقاطعة فلسطينية جامعة وترحيب إسرائيلي وإدارة أمريكية واستضافة من نظام البحرين الذي كلما اشتدت الأزمة السياسية سارع خطوات التطبيع مع العدو الإسرائيلي. في عام 1994 عندما اندلعت انتفاضة الكرامة كان وزير البيئة يزور المنامة، وزير البيئة الكيان الغاصب يزور المنامة، وبعد اندلاع ثورة 14 من فبراير سنة 2011 قامت بعض اللقاءات لكبار المسؤولين في السلطة الخليفية مع الصهاينة في مواقع مختلفة، وعندما قاطعت المعارضة انتخابات 2014 تحدثت صحيفة هارتا الإسرائيلية عن أن حكومة البحرين بدأت بتغيير مفاهيم في علاقتها مع إسرائيل. كلما وفي كل منعطف سياسي وأزمة سياسية في البحرين نرى بأن هذا النظام من أجل كسب دعم الدولي والدعم الأمريكي يقوم هذا النظام بخطوات متسارعة في التطبيع مع الكيان الصهيوني دعما لهذا التطبيع. طبعا مؤتمر المنامة لا يمثل إلا نظام آل خليفة، هذا المؤتمر لا يمثل شعب البحرين، شعب البحرين الذي عاش منذ اليوم الأول، عاشت القضية الفلسطينية في وجدان هذا الشعب، هذا الشعب الذي ضحى وأعطى الشهداء من أجل هذه القضية، قضية القدس والقضية الفلسطينية، لا يمكن لهذا الشعب أن يقبل بمثل هذا التطبيع وأن يخضع أو يستسلم أمام هذا المشروع. شعبنا كسائر شعوب العالم أعلن رفضه في مواقف مختلفة لهذا المؤتمر، وأن المؤتمر مؤتمر المنامة لا يمثل شعب البحرين بل يمثل نظام آل خليفة. مع كل معاناة شعب البحرين، مع القمع الأمني المتزايد، مع الاعتقالات، مع الأحكام الجائرة على القيادات والرموز وشباب المجاهد المضحي، مع كل ما نعيشه من آلام في داخل البحرين، إلا أن قضية فلسطين هي القضية الأولى وهي القضية الأم في ضمير شعبنا، وهذه القضية حاضرة رغم كل معاناة شعب البحرين في كل مفاصل تحرك شعبنا في الميادين. فإذا شعب البحرين كسائر الشعوب نرفض جملة وتفصيلا هذا المؤتمر، وندين من يشارك، ونحيي صمود الشعب الفلسطيني والقوى الفلسطينية المقاطعة وأيضا الدول المقاطعة لهذا المؤتمر، واجتمعنا هنا كي نيابة عن شعب البحرين كي نوصل هذا الصوت للعالم، ونقول نحن كشعب البحرين نرفض هذا المؤتمر ونرفض صفقة القرن، وسوف نقف مع قضية فلسطين إلى آخر قطرة دم في عروقنا.